معانا كمان سيادة النائبة أميرة صابر، عضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني. أهلا بك يا سيادة النائبة. ألو، معانا على التليفون النائبة أميرة صابر، عضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ازيك يا أميرة؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، إيه أحوالك؟ كله تمام؟ الحمد لله كله خير. باعتبار أنه النائبة أميرة صابر هي عضو اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني وبطبيعة الحال نائبة بمجلس النواب، شفتوا إزاي يا أميرة مسألة توجيهات الرئيس الخاصة بزيادة الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين وأثر ده يبقى عامل إزاي؟ اتفضل. سامعاني كويس؟ يا أميرة. ايوه ما حضرتك اتفضل. ايوه تاني. السؤال، شفت ازاي القرارات اللي طلعت النهارده بالظبط كده وبتشوفوا الاثر بتاعها يبقى عامل ازاي على المجتمع؟ طيب يعني لا يخفى على حضرتك وحضرتك كمان نيابي انه يعني في مطالبات واسعه من كل القوى السياسيه بالنظر للاوضاع المعيشيه للناس وتحديدا طبعا الفئات الاكثر احتياجا. طبعا. لان هم المتضررين بشكل ضخم جدا من الازمه الاقتصاديه الاخيره ومن معدلات التضخم ومن زياده الاسعار. انا شفت القرارات النهارده انها قرارات ضروريه، يعني كان في مطالبات بيها من كل القوى السياسيه. لانه الحقيقه لما بنتكلم على الضمان الاجتماعي فاحنا بنتكلم على ملف يخص السلم المجتمعي. بنتكلم عن ملف يخص انه الناس تقدر تعيش حد التفاف، يعني ما يضمن بقائهم احياء. فكل القرارات النهارده ضروريه وحاسمه وحاسمه جدا، واتمنى كمان انه يعني قرارات مستقبليه في هذا النطاق علشان نحاول نخفف من اثر الازمه على الفئات الاكثر احتياجا. وفي ذلك كمان يذكر انه الحقيقه في ادوار مهمه جدا، في ادوار نيابيه احنا محتاجين اننا نتواصل اكثر مع كل القطاعات، نوصل المشكلات للجهات التنفيذيه. محتاجين كمان المجتمع المدني يطلع بمسؤوليات، والحقيقه انا مش بشوف ابدا ان هو منفصل عن حل هذه الازمه، واعتقد دلوقتي في مساحه اوسع للعمل الميداني للمجتمع المدني والجمعيات الاهليه، واتمنى انه يبقى في نهج في التوسع فيها، لانه وجودهم النهارده في كل شارع وفي كل قريه ضروري جدا جدا علشان يتكاتف الجميع تنفيذي وتشريعي ومجتمع مدني وغيره لغايه ما نعبر هذه الازمه الحاده الصاحنه بسلام. طيب مهم جملة قلتيها انه احنا كمان في انتظار المزيد من القرارات اللي بتصب في صالح المجتمع والفئات الاكثر احتياجا، يعني بتتمني او بتريدي اي نوع من القرارات او شكل من اشكال القرارات، او حتى لو ارادت النائبة اميرة صابر ان ترجح او تقترح قرار ما؟ يعني طبعا انا بعتني بالمقام الاول بما يخص انه الناس تبقى سليمة جسديا، والناس تبقى الحاجات الضروريه اللي انا بشوفها على التعليم والصحه للفئات الاكثر احتياجا، جانب طبعا السلع الغذائيه والتموينيه يتوفروا باقل قدر ممكن من التكاليف وان يكن كمان باكبر قدر ممكن من الدعم، واننا نتوسع في ده في كل القطاعات. النقطه الثانيه انه كمان يمكن الطبقه الاكثر احتياجا دايما جنب الدعم مهم قوي يبقى في برامج انتاجيه، يعني انا ممكن اوظف هذه الطاقه البشريه في ان انا الاقي فرص عمل ليها مناسبه ومنتجه واحولها من انها يعني بتاخد من موازنات الدعم لانها قادره انها تعيش حد الكفاف وتعيش حياه كريمه. وما نقدرش كمان يا استاذ يوسف نفصل ابدا قراءات مهمه حطها الجهاز القومي للتعبئه العامه والاحصاء تخص صحه الام والطفل وتخص صحه المصريين بشكل عام وكذا رقم ثاني من غير ما نشوف اثر مشروعات ضخمه زي حياه كريمه او غيره. الحقيقه الحلقات كلها بتشبك في بعضها. صحيح. الضمان الاجتماعي مش بشوفه رفاهيه، مش بشوف ابدا ان قرارات النهارده هي مثلا منها من الدوله، لا ابدا، هي حاجات ضروريه ومؤسسه علشان نقدر كمجتمع نعبر هذه الازمه بتماسك السلام. هي واحد من الادوار الرئيسيه اللي لازم تلعبها الدوله طول الوقت، مفيش اي خلاف على ده. انا بشكرك جدا سياده النائبه اميره صابر، عضو اللجنه الاقتصاديه بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.